فعل واحد من احسن الحراس هذا الموسم، نفس نفس الشيء بالنسبه لجوجي، هالشوت عاليه ولكن كره خارج الجزاء، الهدف يكون ضربه جزاء بدون تردد، احتجاجات كبيره من عناصر شباب الوداد. هاي اللقطه، هاي في اليد فعلا، في المدفع الشباب الآن اكتسب الثقة اللازمة، اكتسب الثقة اللازمة وبالليلي، بالليلي سي دي بي، سي دي بي وسدد، هذه كرة قدم عجوز يضيعها سي دي بي وسجل، من بعيد سدد سي دي بي، سدد من 30 متر ويقول سجل في الأستاذ، يقبل بالعرج ويقول هذه قدمي، المؤذن 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 لدرجة خطيرة خطيرة شريط دخل قبل ان تصل الكره صحي، انطلق سلمي من هنا تاج مضاد السريعه، ما فيش خطا فيه دفع فيه دفع فيه دفع لازم نشاهدوا اللقطه بدقه، لا هل كان لمس؟ دفع 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 لا اظن كان يعني كان كان لمس في الرجل، في الرجل ليس بيكارو ماهوش باليد بالرجل بالقدم، مع ذلك يجد الحل يجد في بدبوده بدبودة يسدد تسديد بدبودة الثلاثي تاع وسط الميدان لما كان بختي ومزور وانطلاقة والتوزيع صالحي يتدخل وصالحي صالحي في المكان المناسب الكرة بالسرعة اللازمة بالسرعة اللازمة تبي حدا الخطورة حدا الخطورة تبي 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 ماذا يفعل بالكرة خطيرة 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 ودفاع البلدية تدخل في نهاية المطاف